اسعد الله اوقاتكم مشاهدينا الكرام وحياكم الله بحلقه جديده من برنامجكم اليوم صوتكم راح نعرض لكم بها ابرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وننتظر مشاركاتكم عبر ارقام هواتفنا تعطونا ارائكم بالمواضيع اللي نطرحها او بالمواضيع اللي تريدون تحجون بها على ارقام البرنامج بالاسفل في حال ما تامن الخط تقدرون تتواصلون ويانا يعني على رقم الواتساب الرقم الاخير اللي بصفه الاشاره الخضراء. نبدا حلقتنا مشاهدينا من انفلات الاوضاع الامنيه وتسلط الميليشيات على المشهد الامني بالبلاد. إصابة ثلاث عناصر من ميليشيا السرايا تتبع مقتدى الصدر واثنين من مليشيا أنصار الله في اشتباك بين ذني الميليشتين ببغداد مصدر مطلع قال أنه علي الساعدي ابن محمد حميد الساعدي آمر اللواء 19 بميليشيا الحشد وصف مقتدى الصدر وأبوه بالبعثية هاي وين وصفهم على منصات التواصل الاجتماعي على أثر هذا الوصف مسلحي ميليشيا سرايا هجموا على منزل الأخير اللي موجود بحي الرئاسة بمنطقة العبيدي اشتبكوا وياهم وبينت الصور اللي دولتها مواقع التواصل الاجتماعي التعزيزات الكبيرة الميليشيا سرايا خلال محاصرتها منزل الساعدي أه وتبادل إطلاق النار مع ومع من يرافقه تعالوا نشوف اللي صار هنا شايل سلاح واقف فوق البيت شوفوا هاي بندقيته محمد الصدر وين ولدنا هذا المنظر شو يذكركم؟ انا راح اقول لكم شو يذكركم هذا المنظر يذكركم فيلم مصري اسمه خارج عن القانون كريم عبد العزيز وحسن حسني هم تجار مخدرات بالفيلم يكتشف خيانه التلميذ مالته إله بسبب مشاكل. الجماعه ما يفترقون، همين تجار مخدرات ما شاء الله عليهم. بس المنظر اللي دا يصير بالعراق شنو؟ السؤال اللي ينطرح هنا القوات الامنيه وين؟ هاي المفارقه. المفارقه بهاي الاشتباكات انه نتيجه هاي الاشتباكات اصيب اربعه من منتسبين قوات الشرطة الاتحادية دولة اللي اكتفوا بس يباعون دا يشوفون منظر أو فيلم أو أو تصوير لفيلم هوليوودي لقتال بين هاي الميليشيا وهاي الميليشيا وما دخلوا أكو صور هواية انتشرت إلى هذا الـ 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 النزاع المسلح تبادل إطلاق النار واشتباكات ودعم هذا كله يصير أمام ضباط ومنتسبي الشرطة الاتحادية اللي اكتفت فقط انه هي متواجدة يعني من يخابروها انت وين كنت انا كنت موجود في مكان الحدث لكن ما تدخلت بمشهد يبين لكم حجم الانهيار الامني اللي تعجز بموجب القوات الحكومية الرسمية التدخل في فضل المواجهات بين الميليشيات تعالوا نشوف واحد حلو يأكل. حلو يأكل. <applause> لك يا ممنوع واحد يرجع هاي شنو؟ أه تحيه كبيره للمعقل اللي شايل مسدس وقاعد يرمي به شنو الفيلم؟ بصف الدوريه بصف الدوريه شايل سلاح او بصف الدوريه واحد يقول لهم ممنوع واحد يرجع. وين عايشين؟ اردفتهم شنو هيبه الدوله امام هاي التصرفات؟ اللي يجي ويطلع من البرلمانيين والسياسيين ويقعد يحكي بالسياده وين سيادتك وانت اهل بيتك ما قادر عليهم. اب لما يقعد ببيته وما مسيطر على ابنه يقولون الاب خيخه ما له كلمه على ابنه ما حد يحترمه. بالفعل هذا اللي دا يصير بالعراق. أي شيء بالعراق من المفترض أن يكون هذا الشيء هو المسؤول عن حفظ الأمن هذا ما لا داعي اليوم موجود بالعراق أي شيء يكون بالعراق مسؤول مسؤولية تامة عن محاسبة المخالفين هذا وجوده من عدمه واحد الشرطة ايش سوت الشرطة؟ هنا سوت الشرطة؟ ويزعلون قوات الشرطة لما نحكي عليهم لما نقول ياخذون خاوات يزعلون لما نقول ما يأدون واجبهم بصورة صحيحة يزعلون لما نقول انهم هم متقاعسين عن العمل يزعلون بس هذا الواقع والبرلمانيين والسياسيين أرد أوجه لكم رسالة لما تحجون أنتم بالسيادة ولما تحجون أنتم بهيبة الدولة أتمنى تفكرون بهيبة الدولة داخليا لدرجة أنه لما تخلون واحد بالخارج يباوع عليكم يحس أنه لكم هيبة حتى يحسب لكم حساب. اما انتم كحكومه ومسؤولين وبرلمانيين وسياسيين وما لكم دور داخلي فبالتاكيد ما راح يكون لكم دور خارجي. الناس لما شافت هذه الفيديوهات علقت على هذا الموضوع واول تعليق موجود ويانا يعني من ابراهيم الهزاع. توجد اجراءات قانونيه، هذا عمل غير صحيح، هذا ترهيب العالم. حيدر خضير نسخة منه إلى من يريد أن يجرب حكم التيار الصدري هذا هو حكم التيار عبارة عن إصابات باسم محمد الصدر بزعامة مقتدى عمار عبد الحميد القيسي شغل عمل ماكو والبلد عمران وذولا متفرغين للتعليق أبو أحمد عالم غريبة يسب عرض نبيهم ولا غيره الهم نبيهم أما تسب شيخ من شيوخهم تنتفض عروقهم سلوان لا يقول لك ليش ما ترجع تعيش بالعراق؟ واحسان عماد ما شفناهم راحوا على بيت محتاج او لنصره مظلوم ما شفناهم ذهبوا بشخص شتم الله او الرسول فكان هاي تعليق الناس على اللي دي يصير بالعراق شفتوا قبل ايام في كربلاء السرايا ضاجوا لانه واحد منزل منشور بمقتدى وابوه اليوم السرايا ضايجين لانه اكو واحد مشبه مقتدى وابوه بالبعثيه وشتان شتان بين التصرفين. لانه لو قائد الاصلاح او زعيم حركه الاصلاح بالعراق مثل ما يسمي نفسه بين دبل كوتيشن وجواها الف خط وبصفة الف علامه استفهام وتعجب. اكو تصرفات قانونيه تقدر تتخذها بالبلد، بس انا اقول لكم ليش ما يتخذ الـ 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 القانون رادع؟ لانه هو يعرف انه هو عايش ببلد ما بقانون. فيدس جماعته. تصاعدت بالفترة الأخيرة وبشكل ملفت. هاي ثاني مرة نطلعها بصوتكم. هي ظاهرة ابتزاز المواطنين اللي يريدون يبنون منزل في بغداد من قبل ضباط متنفذين بوزارتي الدفاع والداخلية على حد سواء. هذا يصير بالتواطؤ ويا دوائر البلدية بقواطع مسؤولية الضباط المبتزين. تمثلت عمليات الابتزاز ان يمنعون دخول مواد البناء وهدم المنازل اللي ما يدفع اصحابها الأتاوى المطلوبة اللي قد تصل الى مبلغ مليونين دينار عراقي على الرغم من وجود قوانين تكفل حق البناء تمنح إجازات لمن يرغب ببناء مسكن سواء كانت الأرض سكنية أو زراعية بشرط أن يشغلها خلونا نشاهد شلون علق على الأمر وينقل للأهالي عن منتسبين بالقوات الحكومية وجود اجتهادات شخصية وأخرى بتصرفات تجي من قبل ضباط القاطع يمنعون دخول مواد البناء أو السماح لهم وفقا للمزاج الشخصي أو بحكم تأثير العلاقات الشخصية ويؤكد مواطنون من منطقة البياع الزراعي بغداد أن عملية دخول مواد البناء للمنطقة صارت بها حالة من التجديل خلال الأشهر الثلاثة فاتت بسبب منع القوات اللي تمسك قاطع المسؤوليه بدخولها على الرغم من القرار الحكومي المعروف بقرار 320 اللي يسمح لهم بتشييد مساكن بالاراضي الزراعيه على شرط الاشغال. هذا اللي اثار استغراب اهالي المنطقه ويشيرون انه بعض الشاحنات المحمله بمواد البناء واللي ترجع الى شخصيه متنفذه او مرتبطه بجهه سياسيه ما بالعاده تدخل من دون اي معوقات. اما المواطن البسيط ممن لا يمتلك اي تاثير يوقع بمصيدة الابتزاز والمساومة والمزاج الشخصي لضابط القاطع المسؤول أما يسمح له أو ما يسمح له بدخول مواد البناء حتى يقدر يكمل بناء منزل يريد شيدة قبل عدة سنوات تعالوا نشوف هنا ايش هذا هنا هذا عمي جاسم البلديه موافقه دخول مواد وعمي جاسم ما يقبل ما <applause> يمتثل <applause> لو ما راي وشو جرى راي الشايب المتظاهرين كل البياع الشراعي هايبا يا ع الشراعي هنانه اللي بده يطلع يابا من هذا هنانه هذا البياجي هذا عميد جاسم البادية تنط موافقه دخول مواد وعميد جاسم ما يقبل ما يبتلع لو ما راي وشو جرى راي الشايب المتظاهرين كل البياع الشراعي هايبا يا ع الشراعي هنانه الشرطي شنو واجبه او ليش نوجد الشرطي موجود حتى يحقق بالمخالفات حتى يرجع الحق لاصحاب الحق حتى يحافظ على حقوق المواطنين اضافه الى حفظ الامن الداخلي لما تجي هنا وتلقي شرطي دا يمنع صاحب ارض او صاحب منزل من البناء او دا يحرم حقه لما يهدم منزله هو يرهبه ويهدد امنه لما يطلب من عنده فلوس هو ده يبتزه لما يمنع دخول اي شيء هو ما يحافظ على شيء هو ده يحافظ على مصلحته الشخصيه فمن المقابل اليوم الشرطي بالعراق او منتسبين الداخليه والدفاع من ضباط مبتزين هو السبب الرئيسي في ارهاب المواطنين ووجوده صار نقمه على المواطن ؤ يعني الغاء هذا الشيء او رفعه او الغاء منتسبين وزاره الدفاع والداخليه راح يكون نعمه للبلد او نعمه للمواطن لكن بالمقابل راح يكون نقمه للبلد. اما في منطقه الطائيات او طي اللي تتبع اداريا منطقه شاطئ التاجي شمال العاصمه بغداد. عمليات الابتزاز تزيد يوم على يوم بشكل لافت عبر منع ادخال مواد البناء للمنطقة من قبل القوات اللي تمسك الأرض وطالما طالبوا المواطنين بهاي المنطقة القوات الأمنية المنتشرة على مداخل منطقتهم أن يسمحوا لهم بعبور شاحنات مواد بناء اللي يرفضون إدخالها مواطنين أكدوا أن بعض المنازل صار من السهل بناءها بناء على تفاهمات أو واسطات شخصية تصير بين أفراد القوات الأمنية اللي تحمي المنطقة أو عبر جهات أعلى ويبقى المواطن اللي ما عنده أحد ما عنده موافقات او واسطات ممنوع من ادخال المواد اللازمه لبناء المنزل. ومن يريد يبني المنزل لازم يدفع اتاوه ما تقل بهاي المنطقه عن مليونين دينار ويكون مصير منزله الهدم مثل اللي صار ويا احد المواطنين بالمنطقه اللي اتهم ضابط برتبه مقدم هدم منزله بعد تشييده لعدم دفع الاتاوه على الرغم من وجود طابو ملك صرف ياكد امتلاك الارض المنزل تعالوا نشوف. هون عمل وكيل على نقيب اسلام هذا آه بيت اليوم هجمة فلشة تفليش منطقة الطي آه. اليوم فلش هذا البيت رسم المحمد محمد من على فلوس وما ورد له ما فلوس ست أو هاي اليوم هجم هجم طلع البلدية عليه فلشه هجمه وقاع ملك صرفاه فيعني اليوم بالعراق كانوا قبل اهاليتنا يقول لك اكبر اشتغل وحاول تملك تملك لك طابوقه بهذا البلد ولما يصير عندك بيت ملك انت قدرت تستقر ماديا نفسيا معنويا. اليوم بالعراق صار من الصعب على المواطن ان يمتلك له منزل بسبب بعض الضباط المبتزين انا ما اقول كلهم انا ما اقول كل ضباط الداخليه والدفاع هم بهذه الصوره السيئه بهذا الفساد بهذه الاخلاق اللي هي مو اخلاق اصلا انا اقول البعض واتمنى اللي يسمعني ما يفهم انه انا اذا اتهم وزاره باكملها بس راس الوزاره فاسد فش تتخيلون من الباقي الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت اول فيديو ويانا من اول تعليق محمد الطليباوي السراي حراميه مو شرطه اعوذ بالله صار حرام عندهم حلاوه، شو تريد من عالم تفلش ببيوتها. علي فارس البلديه ما تقبل لازم ترجع للامر والامر ما يهمش وينطي موافقه الا بفلوس ناس تموت على الحرام. حسين ال سلطان تسليب وسرقه علنيه من قبل القوى الماسكه حسبنا الله ونعم الوكيل. علي الموسوي عندك مليونين يخلوك تبني لحد ما تخلص بس تألسهم وما تطيهم ثاني يوم يفلشون البناء عليك محمد العواني أول مرة أسمع قوة أمنية لحفظ الأمن والقانون تأخذ دور البلدية والبناء وتختص ببناء الأراضي عدنان الجميل هو أصغر ضابط اشترى عمارة وصار ملياردير منين جاب من راتبه هو فعليا فعليا التعليق اللي قبل شوية اللي يقول أنه اول مره اسمع قوه امنيه لحفظ الامن والقانون تاخذ دور البلديه هذا فعليا بده يحكي لانه قوات الشرطه قوات وزاره الداخليه ومنتسبي وزاره الداخليه ومنتسبي وزاره الدفاع مو شغلهم هذا مو شغلهم يخططون ومنو يبني ومنو ما يبني بس المشكله اليوم كل شيء بالعراق داخل بشيء الشرطة تتدخل بالقراجات وتتدخل بالبناء وتتدخل بالمشاريع وتتدخل بالمحلات وتتدخل بكل شيء والميليشيات كذلك والدفاع كذلك وابو البلدية يتدخل وانت اذا تريد تفتح لك مشروع لازم تجيب موافقات من ستين جهة حتى يخلوك تشتغل وجهة واحدة بهم تعترض انت, انت امورك مو بالسليم محمد من امريكا حياك الله عمري من 2003 احنا سياده ما عندنا قسما بالله لا. لا جيش بخير ولا شرطه بهم خير هذول حاطيهم قسما بالله تابعين للاحزاب الايرانيه هذولا سلابه جاي يسربون العالم نا. عم هم جماعه الاطار الارهابي هذول جماعه هذا مقتدى ابو الاصلاح الارهابي المجرم هذول لازمين الحسينيه ماخذين القياعين مال الحسينيه ويصرفون وص... فيها بكيفهم يبيعون ويشترون بكيفهم هو بلد فالس بدون راعي هم هذول جايين تدمير العراق تدمير العراق قسما بالله وهو البارحه طلعوا يتعاركون مجلس النواب والله خزون أخ... على السلطه على مو الكرسي يتحاكون بيناتهم ناس سكت الناس عمي كافي كافي كوفو. كافي كافي الحراميه تماسيح انتم حيتان حيتان دمرتوا العراق ما خليتوا في لا الفقير خلصان منكم ولا الزنجير خلصان منكم لا المريض خلصان منكم ولا الاطرش خلصان منكم قسما بالله يجي يوم لا الله العظيم الله يجي ينعلكم نعز دنيا واخرتكم وعوائلكم تحياتي لكم كل قناه رافدين عمري أذكره. شكرا شكرا لك اخ محمد انتقدوا مهندسين وخبراء بتخطيط المدن اللي وصفوه بتمادي حكومة محمد الشاع السوداني بسياسة الإحالات المباشرة لمشاريع من دون مراعاة المنافسة الشفافة والنزيهة وأشاروا المهندسين إلى أن هاي السياسة اللي تتبعها حكومة السوداني بإحالة المشاريع بشكل مباشر هي حجة للإسراء في تحقيق الإنجازات لكنها أدت بالواقع إلى هدر المال العام وضياع أو تكرار الفشل في تحقيق الأهداف المرجوة من المشاريع بعد أن بانت عيوب هاي المشاريع المنجزة فور افتتاحها عززت هاي الانتقادات الصور المتداولة لمشاريع تم افتتاحها مؤخرا من ضمنها التشققات الجانبية لمجسر أنجز حديثا بمنطقة الدورة جنوب العاصمه العراقيه بغداد تعالوا نشوف هذا المجسر قراره الرابط بين اسيا وقراره يعني هذا حال الجسر وشاهدون التشققات القويه اللي صايره به وانهيار بسبب الامطار وسيول الاتربه الى الارض بشكل كبير جدا هذا جسر قريب يعني يعني هل هل من المعقول هكذا جسر ترابيه غير منظمه وغير مرتبه وبشكل عشوائي قرب الجادريه وقرب لا يبعد أربعة الى ثلاث كيلوات عن جسر جسر الطابقين الى وزاره الاعمار والاسكان مدير الطرق والجسور معالجه هذا الموضوع الا من الاجدر ان يكون ركائز والأفضل والأجمل يكون ركائز وهذا هو الواقع فنطالب أنه على الأقل يكون تهذيبه بشكل صحيح وتغليفه بالحجر والصب لكي لا يتم انهياره جسر ابو الطابقين بنا بالتسعينات بالحصار يعني نقول قبل 95 خلينا نقول فرضا ما اعرف التاريخ الفعلي لافتتاح جسر الطابقين لكن خلينا نحسبها بالعمي بال94 ل 2024 بدي احكي على 20 سنه وفوق وبعدها واقف كل شيء ما بي مجسرا بنا ما صار له اشهر هيك حاله زي انا مو خبير مدني ولا مهندس مدني ولا اعرف بالبناء بس اللي اتذكره بالجسور الحواف ما جسر من الصفحتين نشوف انه اكو اكو بناء كونكريتي او اكو حاجز كونكريتي على الرمل فكنا نسال واحنا صغار يابا ليش اكو حاجز كونكريتي هنا؟ ليش بانين هاي السرسيحه الاسمنت اللي داير ما دايره واكو اكو منافذ مال مي مال مطر ليش؟ يقولون لان لي اذا خلوه بس تراب اذا مطرت الدنيا وقبت هويه التراب يبدي ينكل فيوقع الجسر حتى يحافظوه على الجسر يصبوه بصبه معينه حتى يكون متين حاله حال السد بس اني ما جسر من طولة طولة رمل اني ما شايف بس بالعراق الحديث هاي منجزات حكومة ابو الله لا يوفقني تردون بعد الحكومة لحد الان تواجه سلسلة من الانتقادات تتعلق بابتعادها عن تبني سياسات اكثر شفافية وعدالة بحات المشاريع الخبراء والمهندسين اللي قرينا عنهم قالوا لازم اكو التزام بالمناقصات العامة والمنافسات الفنية لضمان اختيار شركة الاكثر كفاءه من الشركات المتقدمه والافضل قدره على تنفيذ المشاريع الخدميه وبجوده عاليه وبوقت محدد جت هاي الانتقادات تتزامن ويتداول صور حديثه لظهور تشققات بمجسر قرطبه بالباب الشرجي اللي عدتها حكومه السوداني من انجازاتها المهمه في عام 2024 وراء اكماله وما صار له شهرين من افتتاحه ومده الانجاز 200 يوم ونسفت هاي الصورة حملة الترويج لهذا المنجز اللي يبدو أنه تم إكماله على عجلة من دون مراعاة شروط المتانة والجودة خلونا نشوف بلا زحمة يا أبا المهندسين وين هم المهندسين يقدر واحد يجاوبني شنو هذا اللي قاعد يوقع من مجسر قرطبة مو ذاك اليوم انفتح جديد قاعد يوقع من الصب مال هاي باور قاعد توقع من عنده وصل وكله فطر ويا ريت واحد من المهندسين يجاوبني لان انا مو مهندس هسه يقولوا لي انت مهندس شو معرفك بس هذا قاعد يتفلش قاعد يوقع من الصب الكونكريتي قاعد توقع وصل من عنده شنو السبب هذه اكو 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 يمكن اكو تفسير اذا مو غلطان الجسور لما تنبني اكو حواجز حديديه تصير مثل الاشواك هيك طابه واحده باللخ همينا من كنا صغار نسال هذني شنو يقولون هذني عوامل التمدد والانكماش بالصيف والشتاء والحراره والبروده وما اعرف شنو فالاسمنت يتمدد ويرجع فهاي الحواجز تخلي مجال للقطعه الواحده من الجسر او المجسر انه يتحرك يمين ويسار وما يوقع فتحافظ على ديمومه الجسر هاي رقم واحد يبدو انه هنا ما موجوده فصار اكو تمدد وانكماش وما اعرف شنو بلش التكسر بالكونكريت اذا كانت موجوده فاني تلقائيا اقول لكم النسب المستخدمه للصب خاطئه رمل واسمنت وحصو بها النسب معينه والمفروض هنا تتعاقب دائره الفحص والتقييس اللي المفروض هي اللي فحصت هذه الامور الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على الموضوع وقالت عباس لطيف الأنصاري مجسر قرطبة العتيد اللي صرفت عليه المليارات ظهرت عليه أثار التشققات بعد شهر واحد من افتتاحه إلك الله يا عراق كاظم العابدي إذا صار أيام على افتتاحه وبدأ يتكسر فكيف السنين القادمة فالمفروض توجد مدة ضمان لصلاحية المجسر من قبل الشركة المنفذة على الأقل 15 سنة أين الرقابة وأين المهندس العراقي المشرف ليس هكذا تورد الإبل ثائر ثامر شغل الإطار التلزيقي بعد هم سووا شيء بخير واحسان علاوي افشل جسر بالعالم تعال اصعد وشوف التموج اللي بيه وهاي جزء اذا جسر بناء موج فهاي مصيبه انور الياسري سرعه العمل على حساب النوع والجوده هذه نتيجه طبيعيه لمشاريع الفساد محمد الربيعي من وراء هذا الجسر السوداني صعد علينا سعر البنزين تالي راح يوقع هاي مشكله مشكله العراق انه عندنا مشاريع والمشاريع ذني غير رصينه أنت لما تتكلم عن جسر ما صار له شهرين. تتكلم عن افتتاح جسر وماكو ماكو اكو صعود وماكو نزول، الجهة ثانية ما كاملة. تتكلم تتكلم عن جسر وصار فيه تشققات وقامت تصبق كونكريتية توقع مالته أو ثانية. هاي مصيبة. واحد يقول لي لازم الضمان 15 سنة و... ليش قبل ما كنا نسمع أنه انبنى جسر وأكو بضمان؟ خلي يروحون الحكومة يدورون جسر الجمهورية ايش قد صار له مبني خلي يروحون يشوفون الجسور العراقية الشهداء الجسر المعلق الجسر الطابقية جسر الحديد بنا من من زمن الانجليز صارت عليه صيانة اكثر من فترة بس باقي لليوم خلي يروحون يشوفون الجسور شلون بنت عمرنا ما سمعنا انه اكو قير بالشارع تقدر تشلعه بظافيرك او بصابعك كان الجير اذا تريد تحفر به ينقطع سافك ما تقدر تحفر به، جير يقول لك لزق لزقة الجير. أما اليوم بالعراق الجير يتشلع، جسور توقع، مشاريع مو صحيحة، مستشفيات تحترق، ساندويتش بانال، قاعات مال أعراس تحترق وتصير بها مجازر وكوارث وفواجع. مستشفيات تحترق وتتحول إلى فرن وتصير بها فواجع هذا الحال اللي يصير بالعراق ولما نحكي يقول لك ليش تحجون عبد الرزاق من باب الحياة الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أفر بالنسبة للمشاريع نعم مالتنا اللي أنجزها السيد السوداني نعم احنا اذا نضرب مثل تعجيزي يعني نقول له منا لما يظهر المهدي نعم يعني على الشغله التعجيزيه هسه احنا اليوم نقول منا لما يظهر الرئيس الايراني هسه الرئيس الايراني بعجوبه راح يلقوا فالظاهر المشاريع بعد منا لما يظهر الرئيس الايراني يلا تكمل المشاريع فهذا الشغل العشوائي والشغل اللي ما مدروس ينتج مشاريع غير ناضجه يعني كل المشاريع اليوم المتلكئه وغيرها هي يعني مشاريع كميه مو مشاريع نوعيه فيعتمد على الدعايه الاعلاميه احنا اليوم رايدين انسان يشتغل بضمير استاذ افل لا. يعني ما اريد احنا استعجال بالعمل وينتج لي مشاكل برا فتره، شنو الفائده اللي انت سويتها اللي احنا مشكور احنا نقول مشكور يعني قدمت منجز اللي هي الجسور غيرها تخدم المواطن، تشيل هم المواطن، بس احنا نريد يعني يكون هاي المشاريع تكون بعيده الامد، مو لا. برا يومين وتظهر العيوب مالتها، فهو يعتمدون المشكله يا استاذ افند يعتمدون على الكميه ما يعتمدون على النوعيه وعلى المشروع اللي طول الامد مالته ويخدم المواطن العراقي، فاحنا ما بين بقينا بين المسؤولين اللي ما يراعون خدمه المواطنين والنهوض بهذا البلد، وتحياتي لك. نعم. أه قبل شويه شكرا لك اخ عبد الرزاق، قبل شويه ذكرت الجسر الحديدي، الجسر الحديدي اللي ناس يسميه جسر العلوازية ناس يسميه جسر الأيواضية ناس يسميه جسر الصرافية لكن الاسم المتعارف عليه في بغداد هو الجسر الحديدي الجسر الحديدي بلشوا البناء به سنة 1948 ويا شركة بريطانية اسمها هولو تم الانتهاء منه سنة 1946 ولليوم الجسر واقف أنا بعيدة عن الجسر بعيدة عن الجسر بصف الجسر لما كنت تطلع او انت جاي من منطقه العظميه وتوصل للوزيريه وتأخذ يسار جسر الحديدي ورايح باتجاه اكاديميه الفنون الجميله وباتجاه المقبره الانجليزيه ودار الحريه للطباعه سابقا اكو على الجزر الوسطيه العريضه اكو دنق كبار ذن الدنق ما سكه القطار اللي انبنت بوقت الجسر الحديدي لما كان اكو القطار يفوتوا عليهن ما كان اكو قطار يفوت عليهم بالتسعينات. بس الدنق ماكو دنقه وحده بيهم بها فطر. وهاي مبنيه بال وأربعين، احسبها لل 95 لل 96 لل 97 لل 2003 لل 2020 ماكو دنقه بيهم بها فطر. والسته مال القطار فوقها واقفه على حيلها. والجسر الحديدي واقف على حيله. اتذكر كانوا يسووا له صيانه. اتذكر كانت تصير كل فتره وفتره شد براغي وغيرها وتغيير بعض الاشياء هاي الصيانه اللي يحتاجها وحتى الجسور البقيه بس ما جسر عمره يومين ها بذاك اليوم 60 يوم من افتتحوه او اقل هم بينه قام يتكسر ويوقع ترى هاي مصيبه روحوا دوروا لي الشركه اللي نفذت ايش قبضت والدوله ايش قد نطت وايش قد صرفت وايش قد حاربت الناس بالشوارع هنا لما بالباب الشرجي وهي تبني وساده طرق والله شنو احنا راح نبني لكم جسر قرطبه استفاد استلم كافه القطاعات الخدميه بالعراق انزلقت الى التراجع السريع خصوصا القطاع الصحي بسبب فشل الحكومات اللي اللي حكمت البلد وراء الاحتلال الامريكي للعراق سنة 2003، سنة الشؤم على العراقيين. إضافةً عن الفساد المستشري، تخبط القرار داخل أروقة الحكومات المتعاقبة، بل انعدام القرار لدى من يمتلك زمام الأمور. القطاع الصحي العراقي عاني من تراجع كبير وانهيار أدى إلى حرمان الملايين من العراقيين من افضل شيء كان يفتخر به العراق هو الرعايه الصحيه المجانيه المستحقه لهم والعوائلهم ادى الفساد والفشل الحكومي الى نقص الكوادر الطبيه، ادى الى نهب مخصصات الرعايه الصحيه لصالح فاسدين بالاحزاب الحاكمه والميليشيات المتنفذه والمتنفذين ومن لف لفهم من السياسيين. وصل الحال بان يعاني القطاع الصحي من عدم توفر جهاز ضغط او قراءه الضغط لقياس ضغط المراجعين صار المراجع اليوم والمريض يدور على جهاز الضغط برد هاتف المستشفى الله يخليكم على جهاز ضغط انا مريض راح اوقع ويبحث عن اجزاء الجهاز مثل السماعات الطبيه حتى يقدر يفحص يم الطبيب المختص راح يجي واحد يقول لي على كيفك يا اخويا وين اكو هيك شيء سماعه ماكو استلم سعد <applause> الوتر تمام؟ نريد نقيس الضغط، دبروا لنا الجهاز مال الضغط الزيبقي. تقول عيني سماعة ما، كتبوا لي تزويدنا بسماعة، نروح للطوارئ، تقول والله الدكتور أنا ما عندي سماعة. يلا نشتريها على حسابنا، فهمونا. وينك يا وزير الصحة؟ يرجى تزويد المرافق بسماعة طبية لغرض قياس الضغط، الدكتور شوكت. اذا مغلطان بقراءه الاسم يرجى تزويد المرافق بسماعه طبيه لغرض قياس الضغط سؤال هي مو من اساسيات الطبيب او الدكتور بالمستشفيات سماعه على رقبته حتى بالافلام الافلام الاجنبيه العربيه الهنديه باي فيلم من تشوف طبيب المستشفى يركض والسماعه على كتفه جرحها حطها باذنه وقام يشتغل بها فاذا كل طبيب من المفترض ان يمتلك سماعته الخاصه تتخيلوا اطباء العراق سماعات ما عندهم اجهزه قياس ضغط ماكو والعالم هسه ببيوت اجهزه قياس ضغط واجهزه قياس السكر صارت ذني من الاشياء الملازمه لكل منزل بس مستشفيات العراق ما بيها العالم برا قامت فكر شلون تصغر ذن الاجهزه بحيث تصير موجوده يم كل بيت حتى تريحها من هاي الهم واحنا المكان اللي المفروض ينقاس به جهاز الضغط عفوا ينقاس به الضغط وينقاس بالسكر وينقاس هواية امور ويعتمد شغل على ذن الاجهزه ما موجوده به ذن الاجهزه. هاي بالنسبه الى الاجهزه الطبيه اما ثروات العراق الهائله والامكانيات الماليه اللي يتمتع بها والموازنات الانفجاريه اللي سمعنا بها لكن مشاهد الاهمال وغياب الصيانه والترميم للمستشفيات صار من المشاهد المالوفه اليوم بالعراق وما مستغربه ابدا بسبب الفساد اللي نخر وزاره الصحه بكافه مفاصلها واللي كان وزيرها من تيار الاصلاح وتسبب بتبدد الاموال وصل الحال بإطلاق مناشدات من قبل مرضى وملاكات طبية لإصلاح زجاج نوافذ الصيدلية بمستشفى الجملة العصبية بالقادسية اللي اجتاحها الغبار واجتاح المستشفى بسبب عدم وجود جام أو شباك أو نافذة تمنع دخول الأتربة والهواء هذا اللي أثر على سلامة المرضى بسبب تأثيره على صلاحية الأدوية المحفوظة وصحة الناس اللي جوا تعالوا نشوف محافظة الدوانية باوع الحاله، باوع الجملة العصبية، شوف الممر كله تراب. وشنو سبب التراب؟ شنو سبب التراب؟ الجامعة مال الصيدلية مكسورة. باوع، باوع التراب. هذا تشوف يا مسؤول يقبل بيها. وين المتابعات؟ وين مجلس محافظة؟ وين وزارة بغداد؟ خل تجي تشوف هاي الحالة. يعني من ممكن صيدلية شكبرها وجدها باوع الأدوية مال المرضى. يعني ما راح تضرب فايروز من ورا هذا التراب مال الجو متلوث باوع الجامه جامها طولها تقريبا يمكن 3 امتار مترتين باوع الحاله مال المستشفى خل نشوف لجنه المحافظه لجنه المتابعه الوزاره مال بغداد <applause> بالتراب هاي ومستشفيات جمله العصبيه شوف زين اول شيء الدنيا حاره والواد مسد الباب مال القاعات يعني محتارين بالحر احنا محتارين بالبقا ومحتارين بالتراب ناشد ونطالب خلي يسوون لنا حل لا بالحر مرتاحين ولا بالتراب مرتاحين يلا زين من يتحملها هاي يعني شوف الادويه ما راح تضرب تنظر فيروس من هذا الجو المتلوث اكو نقطه بدي احكي بيها بهذا الفيديو اللي هي قضية ال السبلت اللي مشدود بالشباك ما الصيدلية هاي السوندا منين طالعة؟ طالعة من الشباك أمركم شفتوا سبلت تنشد بمكان ويطلعون الصوندة من القطعة الداخلية للقطعة الخارجية من الجام اعرف الخلل وين؟ اللي اشتغل هذا الشغل المخربط فراح يعوف لك جامعة مكسورة عادي هذا اللي يحدث يصير بالعراق تعال نشوف هنا مشكلة عويصة مستشفى الكندي معاناة مرضى الفشل الكلوي مليون عراقي مصاب بالفشل الكلوي حسب الأرقام الرسمية يعانون من نقص العلاجات اللازمه وتهالك النظام الصحي، اضافه عن انتظارهم لايام حتى يلقون العلاج. بسبب عدم توفر اسره بالمستشفيات مقارنه باعداد المرضى. ايضا اضافه الى النقص الموجود بالكوادر الطبيه، اضافه الى رحله علاج متعثره بين مستشفيات ومراكز حكوميه واهليه. مرضى الفشل الكلوي يعانون من نقص السائل المستخدم في غسيل الكلى اللي يسمى بالسائل البريتوني. بسبب فشل وزارة الصحة بتأمين مواد ومتطلبات عمليات الغسيل مسؤول بوزارة الصحة يقدر رف يعني يقدر وجود أكثر من نصف مليون حالة نشطة من الجنسية لمرض الفشل الكلوي في عموم المحافظات مرض يذكر لنا اسمه معظمهم اللي تجاوزوا سن الأربعين المسؤول يقول أنه هذا الواقع ادى الى انتشار مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وتزايد تناول المشروبات الغازيه الى جانب مشاكل تلوث المياه وجودتها بسبب التنقيه السيئه. واكد ان الرعايه المجانيه المقدمه لمرضى الفشل الكلوي هي مو بالمستوى المطلوب ويزداد العدد بشكل مستمر بوقت عدد الاسره والكوادر الطبيه مو كافي والعلاجات مو كافيه ويتزايد عدد الاصابات وهاي بعدها بها نقص. خصوصا اليوم المريض يحتاج الى ثلاث جلسات غسل كلى وتصفيه للدم اسبوعيا وبظل هذا الاهمال يضطر هوايه من المرضى ان يتوجهون الى مستشفيات اهليه لكن العدد الاكبر ما يقدر يروح يامن الاموال اللازمه فيروح وين؟ الى مراكز غسل الكلى بالمستشفيات الحكوميه ويضطرهم هم ومرافقيهم ان يتوجهون بمناشدات لحكومه لعلها تلتفت لهم قبل فوات الاوان. هذه صور من مستشفى الكندي تكدس الردها بمرضى الغسل الكلوي لعدم توفر مستلزمات الغسيل بمشهد يبين لكم حجم الانهيار الكندي الى متى بخسل الكلى الناس قامت تندعي تموت ساعه قبل والله العظيم تندعي تموت باعوا 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 باع الوضع مالتهم شلون باس اجهزه عطلانه جهاز ما ادري جهازين مواد ماكو باع الوضعيه مال غسل الكلى باع السديه باوع ليش ليش هالذله ليش اجمالا تريد تنقلون مصفى الدورة خارج بغداد والله يسبب تلوث للمواطنين شنو هالكلاوات هاي هو المواطن لاقي علاج بالمستشفى هاك باعوهم مشمرين تشمر والله يندعون من الله يموتون ساعة قبل على هالذلة هاي اللي قاعدين ينتظروها عمي الله ما يقبل الله ما يقبل حيروا بالمستشفيات حيروا بالأدوية حيروا بالعالم شنو هالذلة هاي شوفوا العالم بالقرآن يقولون والله نتمنى نموت! يريدون ينقلون مصف الدورة يسبب تلوث للمواطنين! شو ذلك يا هاي حيروا بالمواطن الجاي يموت بطيء! هذا الحال اللي تشوفوه بالمستشفيات العراقيه الناس لما شافتها علقت عليه على منصات التواصل الاجتماعي محمد عبد الرزاق يقول المفروض من الدوله اي مرض يكون له اهتمام وصرف من اموال الدوله الفشل الكلوي السرطان وغيره من الامراض. قحطان الغريري والله واقع مرير في عموم البلاد وهذا واجب الدوله وحقوق ابن البلاد على بلاده لكن الشكوى لله حسبنا الله ونعم الوكيل. سيد محمود الموسوي والله ما عندنا امكانيه نغسل بسبوع مرتين نريد مساعده من الدوله الى اصحاب الفشل الكلوي انقذونا جزاكم الله نريد مبالغ ماليه للعلاج والغسل ابو رتيل الله يشافي كل مريض يعاني من هذا المرض المؤذي هاشم حميد يعني مالكم مسؤول محافظ مدير مستشفى يشوف حال المرضى ورياض ابو امين لا حول ولا قوه الا بالله لو الاولاد المسؤولين في مرضى وهم يكون هذا حالهم وقفوهم انهم مسؤولون فكان هذا تعليق الناس على هاي القضيه كشف تحديد حكومه الاطار التنسيقي برئاسه محمد الشيع السوداني 30 تموز المقبل موعد لاغلاق معسكرات النزوح ويرافق هذا القرار من خطوات متسارعه لتسويه هذا الملف بحجم تخبط عدم مبالاه بمصير النازحين في ظل عدم ايجاد ظروف طبيعيه وملائمه راجعتهم مراقبين قالوا أن الحكومة تريد التخلص من ملف النزوح بأي شكل من الأشكال حتى تتملص الحكومة من التبعات الحقوقية والإنسانية على حساب آمال النازحين أن يرجعون لمناطقهم عبر إعادة توطينهم بمناطق أخرى لإكمال مشروعها الطائفي المتمثل بتغيير ديموغرافية المدن المنكوبة ويجمعون المراقبين على أن خطة الحكومة ما تنسجم ويا الواقع لأن مناطق النزوح بعدها مهدمة غير صالحة للسكن إلى جانب خضوع مناطق هواية للسيطرة على فصائل تتبع ميليشيات حشد الشعبي وبات يعرف بالمناطق منزوعه السكان اللي تمنع الميليشيات عوده اهلها خلونا نتعرف اكثر على هذه المناطق بسياق الإنفوغرافيك اللي عدى لنا قسم التواصل الاجتماعي لقسم التواصل الاجتماعي الخريج القديم أحق بالتعيين هذا الهاشتاغ أو الاسم اللي جدده الخريجين القدماء مطالبهم عليه المتمثلة بالتعيين وإنهاء حالة التهميش والظلم اللي يتعرضون إلى من سنوات وأكدوا المتفاعلين أنه بناء على أقدمية سنة التخرج ليجب ان يكون التعيين وجبنا لكم بعض التغريدات رؤى عيسى الزبيدي اول خطوه في الاصلاح تكون في وضع الشخص المناسب في المكان المناسب من خلال تعيين خريج حسب اختصاصه ليتيح ذلك له خدمه بلده والمجتمع على افضل وجه وهو ما سيكون من شانه بناء دوله مستقره متكامله الاركان تنعم بالازدهار والسلام الداخلي والخارجي. ماجد لكي تنهض الدوله وتزدهر يجب عليها اولا استقطاب الكفاءات والطاقات من الخريجين. زهراء علي حسين مطالبنا دستوريه حقوقنا مشروعه فلماذا المماطله ولماذا التسويف؟ الاء اسماعيل نطالب اصحاب القرار بانصاف الخريجين القدامى من خلال وضع اليه لتعيينهم حسب اقدميه التخرج من الاكبر عمرا والاقدم تخرجا واستثنائهم من نقاط المفاضله فكانت هذه التغريدات وغيرها على هاشتاغ الخريج القديم أحقه بالتعيين مشاهدينا الكرام بهذا الهاشتاغ وبهذا الوسم وصلنا لختام حلقة اليوم مشاهدينا الكرام أتمنى أن تكون حلقة قد نالت أعجابكم نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة الثلاثاء في أمان الله